تخيل معايا مطربة الشرق الأولى وهي رايحة القسم تطلع فيش وتشبيه عشان تنضم لعضوية النقابة للمهنة اللي هي أصلاً زعمتها من غير أي ورق. بعض الأصوات العاقلة في النقابة قالت لهم ما يصحش يا جماعة، ودي برضو أم كلثوم وممكن نعمل لها استثناء، وإدارة النقابة برضو حاولت تتجاهل الموضوع نظراً لمكانة أم كلثوم وخاصة نقيب الموسيقيين في وقتها اللي هو الموسيقار محمد عبد الوهاب، واللي كان رافض تماماً يصطدم بأم كلثوم. اهلا بكم. اي نقابه في الدنيا بيكون مهمتها انها تدافع عن اعضائها في الازمات ضد رب العمل او ضد اي هجوم يتعرضوا له، لكن لو بصينا على محطات تاريخيه لنقابه الموسيقيين المصريه تحديدا هنلاقي قرارات عجيبه وغير مفهومه تماما، وده بسبب الصلاحيات الخزعبليه اللي واخدها النقابه دي من ايام تاسيسها التاني بعد ثوره 23 يوليو ولغايه النهارده، وكل ده بدون مراجعه. سنة 1956 في واحد من اجتماعات نقابة الموسيقيين طالب بعض الأعضاء بمنع أم كلثوم من الغناء، أيوة أم كلثوم اللي هي كوكب الشرق، رغم إنها كانت نقيبة للموسيقيين في فترة حكم الملك فاروق، لكنها ما كانتش عضو في النقابة اللي تم تأسيسها فيما بعد ثورة 23 يوليو. المادة 16 من قانون النقابة صريحة، منع مزاولة المهنة لغير الأعضاء ده غير الحبس مدة لا تزيد عن شهر أو 50 جنيه غرامة. أم كلثوم تكاسلت لنيل عضوية النقابة، وده بسبب الورق الكتير اللي كان مطلوب، إثبات شخصية وشهادة ميلاد وشهادة خلو من السوابق الإجرامية وشهادة حسن سير وسلوك وشهادة بمزاولة المهنة. تخيل معايا مطربة الشرق الأولى وهي رايحة القسم تطلع فيش وتشبيه عشان تنضم لعضوية النقابة للمهنة اللي هي أصلاً زعمتها من غير أي ورق. بعض الأصوات العاقلة في النقابة قالت لهم ما يصحش يا جماعة، ودي برضو أم كلثوم وممكن نعمل لها استثناء، وإدارة النقابة برضو حاولت تتجاهل الموضوع نظراً لمكانة أم كلثوم وخاصة نقيب الموسيقيين في وقتها اللي هو الموسيقار محمد عبد الوهاب، واللي كان رافض تماماً يصطدم بأم كلثوم، وده نظراً للمنافسة اللي كانت بينهم في وقتها واللي كانت خلق نوع من الحساسيه، لكن ده كان بيسبب مشاكل كتير عند باقي الاعضاء، واللي كل ما حد فيهم يحصل له مشكله او يتضرر من القانون يقول طب وشمعنا ام كلثوم، وده اللي حط النقابه في وضع محرج جدا، وبقت مضطره انها تطبق قوانينها على ام كلثوم. طبعا المشكله بتتحل فيما بعد، لكن مش مشكله، لك ان تتخيل ان هذا الكيان المسمى نقابه الموسيقيين كان في وقت من الاوقات عنده القدره والحجه والسلطه انه يمنع كوكب الشرق من الغنى، ومحدش يقدر يعترض. في التسعينات الموسيقى المصرية اتغيرت تماما، في جيل جديد ظهر باسلوب وشكل جديد وفي جيل قديم راحت عليه، وكالعادة كان الطرف التاني هو المتحكم في النقابة وقتها، يسكتوا ويرضوا بطبيعة الفن وسنة الحياة؟ لا، يستخدموا صلاحياتهم العجيبة في فرض ذوقهم وفكرهم ولونهم الموسيقي على الناس بالعافية. حميد الشاعري كان ابرز اسم في التيار الجديد ده، وكان طبيعي ان هو ياخد معظم الرصاص في صدره، اتهامات كتير بافساد الذوق العام وتدمير الاغنية المصرية والتعدي على التراث، وكان حميد بيرد عليها بنجاحات ساحقة في المبيعات لدرجة انه سنة 1992 فاز بالاسطوانة البلاتينية اللي بتتاخد على المبيعات على ألبوم شعبيات، لكن يبدو ان الجائزة دي اثرت اعصاب نقابة الموسيقيين شوية وبدأوا يشنوا حملتهم عليه، فتواصلوا مع وزير الثقافة اللي كان مفترض ان هو يسلم حميد الجائزة، وبلغوا ان حميد ليس عضو نقابة وان الجائزة دي بلا مصداقية، وبعدها ارسلوا للرقابة على المصنفات الفنية وبلغوهم ان هم يصدروا اي شغل لحميد في السوق لانه غير نقابي. حميد اتصدم من القرار لانه شغال في مصر من سنة 1981، يعني من قبل قرار منعه ب 12 سنة، اشمعنى دلوقتي تحديدا افتكروا ان هو غير نقابي، ثم ان هو بالفعل كان نقابي ومعاه كارنيه واوراق بتثبت انه سدد كل الاشتراطات اللي بتطلبها النقابه. قالوا له مالناش دعوه، طب ازاي يا جماعه ده انا عضو وادي الكارنيه؟ قالوا له اسمك مش متدون عندنا. ايقاف حميد استمر في الفتره بين 1992 تحديدا في شهر سبتمبر وبعد يوم من نزول اغنيه ما بلاش نتكلم في الماضي اللي هو كان موزعها، وحتى ديسمبر 1994، وكل الاعمال اللي نزلت له في الفتره دي نزلت باسماء ملحنين وموزعين غيره رغم ان هو اللي عاملها. طيب حميد اتوقف، لكن لونه وتاثيره في المزيكا ما وقفش، هو ده اللي كان مستهدف اصلا، بالعكس كمل مكانه موزعين اخرين بنفس اللون بالظبط، ومنهم كان حسام حسني او طارق مدكور او طارق عاكف، وده اللي خلى احد رجال نقابه الموسيقيين انه يفكر بشكل انصح شويه، ليه نمنع حميد وزمايله لما ممكن نمنع المكنه اللي هم شغالين بيها؟ وبالفعل سنه 1993 صدر قرار من نقابه الموسيقيين بمنع استخدام الموزعين للسيكونسر والسامبلر. طيب يعني ايه سيكونسر ويعني ايه سامبلر؟ باختصار دي الاجهزه او البرامج الكمبيوتر المستخدمه في توزيع الاغاني من اول الثمانينات لحد لحظتنا، يعني المطرب بيتجمع هو والعازفين في اوضه ويعملوا ريكورد. بعدها تطورنا لنظام التراكات الموسيقيه، الاغنيه بقت مجموعه من التراكات، تراك لصوت المطرب وتراك لصوت الكمانجا وتراك لصوت الدرامز وهكذا، وكله بيتولف مع بعضه في الاخر عشان تخرج لنا الاغنيه بصورتها النهائيه. بعدها الموضوع اتطور اكتر بمعرفه السامبلر والسيكونسر اللي خلونا مش محتاجين اصلا عازفين، وخلونا ننظم التوزيع بشكل ديجيتالي سينكرونايزد وبدون غلطه وبدون فرصه ان عازف يسرح، بل وبقينا مش محتاجين العازفين من الاصل لان الالات كلها ممكن تتعزف من الكيبورد وبصوت انقى واكثر نظاميه، ودي التقنيه اللي اعتمدها تيار موسيقى الجيل لحميد الشاعري ورفاقه.
قرار نقابة الموسيقيين بمنع استخدام الكمبيوتر في توزيع الأغاني كان أشبه بقرار منع استخدام الوورد أو الإكسل أو البرينتر في المكاتب ونرجع بداله الحبر والكربون، وده اللي أدى لثورة عارمة داخل النقابة، وكان أبرز المعترضين الموسيقار مودي الإمام والموسيقار هاني شنودة والموسيقار عمار الشريعي اللي الكمبيوتر ساعدهم كتير في عمل موسيقاهم وتوزيعاتهم نظرا للارتفاع الخرافي لأجور العازفين. ووصل الاعتراض لحد الاشتباك بالأيادي ببعض المعترضين وبإدارة النقابة. النقابة ادعت إن القرار ده بهدف تقليل البطالة للآلاثية اللي اتقفت أبواب رزقهم، لكن السبب غير المعلن كان صراع الأجيال. سنة 1991 رفضت نقابة الموسيقيين مادة تصريح الموسيقار اللبناني سليم سحاب للعمل، واستندت على القانون رقم 35 لعام 1978 واللي بيمنع عمل الأجانب مادام ليهم بديل مصري، وكأنهم بيفرضوا على الموسيقيين العمل بحسب الجنسية وبغض النظر عن الكفاءة. والمشكلة دي امتدت لموسيقيين عرب آخرين بجانب سليم سحاب زي المطرب اللبناني راغب علامة أو المطرب العراقي كاظم الساهر اللي اتمنعوا من استخدام العازفين اللي كانوا بيجيبوهم من بلادهم وبيجوا مصر، واتفرض عليهم آلاتية مصريين. نقابة الموسيقيين تأديب وتهذيب وإصلاح. في أي حتة في الدنيا النقابة بتهتم بسلوك أعضائها، يعني ما يكونش عليهم جرائم مثلا، لكن نقابة الموسيقيين عندنا كانت بتهتم بما هو أبعد من ده بكتير، زي تصحيح الآراء الخاطئة والقناعات الضارة لأعضائها، والتأكد إن ما عندهمش آراء مختلفة عن إدارة النقابة، سواء في ذوقهم الموسيقي أو السياسي أو نظرتهم للحياة. سنة 1997 تم تجميد عضوية الموسيقار هاني شنودة، وده لأنه كتب مقال في أحد الجرائد بيعبر فيه عن رأيه في أغاني أم كلثوم، والظاهر إنه كان رأي سلبي شوية. بالمناسبة هو لغاية النهاردة بيطلع يقول نفس الآراء دي، واللي هي في الأساس مبنية على أساس علمي وأكاديمي حتى لو اختلفنا معاها، بس وقتها الكلام معجبش النقابة قررت انها تحقق معاه، بمعنى اصح تعمله محكمة تفتيش. نفس الشيء تعرضت له ماجدة الرومي سنة 1995 لما راجت اشاعة انها اساءت لمصر في حوار صحفي في لبنان، وبدون التأكد من صحة الاشاعة حذرت نقابة الموسيقيين كل الجهات من التعامل مع ماجدة الرومي، لغاية ما تواصلت معاهم ماجدة الرومي ونافت الاشاعة وتم الصلح. نقابة الموسيقيين تدافع عن الإسلام. القرار الأعجب سنة 1998 النقابة منعت نجوى كرم من الغنى في مصر، وده بعد ما طلعت عنها الإشاعة الشهيرة بأنها كانت في لقاء تلفزيوني في لبنان وقالت للمذيع أنا عندي كلب اسمه محمد. رد عليها المذيع وقال لها وأنا عندي كلبة اسمها نجوى، بعد ما اعتبرها إهانة للدين الإسلامي. وبدون التأكد من صحة الإشاعة أصدرت نقابة الموسيقيين فرمانها بمنع نجوى كرم من الغناء في مصر، وده بدون تحقيق وبدون انتظار نتيجة التحقيقات من نقابة الموسيقيين اللبنانية. وبعد أسابيع ظهرت نجوى كرم في مؤتمر صحفي ونفت الإشاعة دي وقالت لهم ببساطة يا جماعة اللي عنده الفيديو يطلعه، ولغاية النهاردة احنا مش لاقيين التسجيل ده تماما. بالمناسبة بعد حوالي 5 سنين نفس الإشاعة دي هتطلع على نانسي عجرم في لقاء ليها مع محمود سعد وبرضو مش لاقيين الفيديو، لكن وقتها كانت نقابة الموسيقيين اتعلمت من غلطتها وممنعش نانسي عجرم من الغناء. قرارات نقابة الموسيقيين العجيبة دي ممكن تملى حلقتين ثلاثة كمان، لكن انا اكتفيت بالحوادث دي لدلالتها ولانها بتطرح السؤال اللي بيتم تجاهله دايما، ايه تعريف مفهوم النقابة او الاتحاد العمالي او الاتحاد المهني؟ صلاحياتهم بتبدأ منين وتنتهي فين؟ كل القواميس والموسوعات العلمية بتأكد ان النقابة فكرة عمالية او مهنية هدفها تكاتف العاملين في مهنة واحدة والعمل لصالح افرادها، تأمينات اجتماعية، تأمينات صحية، تأمين ضد العجز واصابات العمل، الفض بالنزاعات الاعضاء، الحد الاقصى لساعات العمل، التأكد من عدم تعرض الاعضاء لظلم في سوق العمل، لكن مش هدفها ابدا تكون واصية على الاعضاء دول او ولي امرهم، خاصة لو بنتكلم عن نقابات فنية والفن اكتر شيء نسبي في الحياة، مش دورك تقول مين يفن ومين ما يفنش ولو فن يفن ازاي، ولا دورك تحدد لي اشوف ايه واسمع ايه، انت لا الرقابه ولا مكتب العمل، انت مجرد جمعيه بتلم رسوم عشان تساعد الاعضاء المحتاجين. تنظيم المهنه مش معناه التسلط على افراد المهنه، ولمصلحتك تستقطب الاعضاء الناجحين في المهنه دول وتاخد منهم تبرعات ورسوم زياده بدل ما تطفشهم وتمنعهم او تطاردهم بحجه ان فنهم مش على ذوقك او مش موجه ليك. وختاما بنتمنى لو جينا نغني في الحمام محدش يمنعنا عشان معناش ترخيص. شكرا لكم، ولو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد.